بسم الله، نكمل المسألة الثانية بمسائل الفتيك. عندنا هنا السؤال الثاني يقول عندي 25 مليمتر كانتليفر بيم، القطر مالته 25 مليمتر وطوله 200 مليمتر. يقول موجود علي لود احنا مثل ما قلنا الكانتليفر يكون مثبت من جهة والجهة الثانية فري حرة، يعني ما مثبتة. فيقول من الجهة الفري موجود عليه لود، هذا اللود فريز قيمته تتغير من 250 نيوتن للأسفل إلى 400 نيوتن للأعلى، و الأكسيال فورس قيمة ثانية لللود تتغير من السالب 500، بس هاي تكون باتجاه أكسيال يعني محورية مع اتجاه البيم، فتتغير قيمتها من سالب 500 نيوتن الى موجب 600 نيوتن. طبعا مثل ما قلنا احنا بما انه عند الاحمال تتغير قيمتها، فاذا الموضوع صار موضوع فتيك. بعدها يقول عندي البيم موجود ب نصف قطر تخصر اللي هو 6 ملي متر، وعندي ستريس كونسنتريشن معامل تركيز اجهاد اللي هو 1.3، ونوتش سينسيتيفيتي لكيو 9/10، والالتيميت تنسال سترينث سيجما التيميت 550 ميجا باسكال، والانديورس 240 ميجا باسكال، واليلد 415 ميجا باسكال. يقول احسب الديزاين فاكتور اللي هو الان او معامل الامان سيفتي فاكتور. قطر الشفت وشكله هذا موجود بالصورة اللي أمامنا، التخصر اللي انطى النصف القطر مات اللي هو 6 مليمتر، هذا اللي يكون بنهاية هذا البيم، وقلنا الجهة الحرة بها لود 400 للأعلى و 250 للأسفل، وأكسيال 500 إلى 600. طبعا بالبداية قلنا نكتب معطيات السؤال اللي هي بالبداية أبعاده، الطول، قطر الشفت، وأنواع الأحمال اللي هن المينيموم، قلنا دائما القيمة السالبة تكون مينيموم والموجبة ماكسيموم. هنا البي طبعا مختصر بيندينج، لأن اللود للأعلى وللأسفل يسبب لي بيندينج انحناء للبيم. أما هنا الأي اللي هي الأكسيال يعني اللود اللي يكون أكسيال محوري اتجاهه مع اتجاه البيم، ايضا قيمته تكون من سالب 500 المينيمم، والماكسيمم تكون القيمة الموجبة 600 نيوتن. وعند الار اللي هو نصف قطر التخصر 6 ملم، والكيتي معامل تركيز الاجهاد، والكيو قلنا 9/10، والسيجما التيميت والسيجما ييلد. هنا الان اللي هو يريدها السيفتي فاكتور او الديزاين فاكتور، معامل التصميم او معامل الامان. بالبداية أبدأ الحل بما أنه عندي لودين، واحد أكسيال والثاني يكون بيندينج، فلازم كل جزء أحسب إلى يعني ماكسيمم ومينيمم، الإجهادات اللي يسلطهن الماكسيمم والمينيمم، وبعدها الأمليتود والمين، وبعدها يعني أحسب له معادلة إكوفيلنت، بالأخير أجمعهم. فبالبداية أحسب للود الأكسيال، عندي أحسب المين لود بالبداية للأكسيال، قلنا يصير المين الماكسيموم زائد المينيموم على 2، أجمعهم أقسمهم على 2 يطلع المين، وبعدها الأمليتيود راح يكون الماكسيموم ناقص المينيموم على 2 وأحسب قيمته. بعدها راح أحسب الستريس، أيضا أحسب المين ستريس والأمليتيود ستريس. بالنسبة للأكسيال الستريس الأكسيال دائما يكون قوة على مساحة، فراح يكون عندي بالبداية القوة المين اللي حسبتها 50 أقسمها على المساحة ما شفت اللي أباي على 4 دي تربيع، وراح يطلع عندي المين ستريس. بعدها الأمليتيود ستريس أيضا اللي هي قوة على المساحة، لكن هنا القوة اللي هي أمليتيود اللي حسبتها بالأعلى أقسمهم، راح أحسب الأمليتيود ستريس. بعدها قلنا احسب الكومباين ستريس او الاكويفالنت، لان قلنا كل نوع احسب اجهاداته واحد بعدين اجمعهم بالاخير، يعني الاكسيال احسب الى معادله واحد، وبعدها البيندق معادله واجمعهم
واحسب معامل الامان اللي يريده. فعندي هاي المعادله دائما من عند كومباين ستريس، يعني جهادات مركبه، اللي هي سيجما يلد على ان، الان اللي هو السيفتي فاكتور، والسيجما يلد معطاه، والسيجما مين. طبعا بالبدايه انه ما اقدر يعني احسب السيفتي فاكتور من هاي المعادله، هي تطلع بس عندي بيندينج، فالا اجمعهم يلا احسبها. فسيجما يلد على ان اسميه سيجما ايكوفالنت 1 حتى اسهل حساباتي. فالسيجما ايكوفالنت 1 اللي هو قلنا السيجما يلد على الان راح يساوي لي السيجما مين اللي انا حسبتها بالاعلى الكي اف من طيب السؤال، والسيجما اي حسبتها بالاعلى، السيجما يلد معطات بالسؤال، السيجما التيميت ايضا معطات، والكي اس اف والكي اس الزت ايضا معطات بالسؤال. بعدها اجمعهم واضرب، يعني اطبق هاي المعادله، راح احسب السيجما ايكوفالنت 1 اللي هي قلنا تخص اللود الاكسيال. بعدها اروح على البيندينج اكويجن، احسب هسه اللود اللي يسبب لي بيندينج اجهاد انحناء، ايضا بالبدايه احسب الماكسيمم والمينيمم لاجهاد الانحناء. فعزم الانحناء ايضا بالبدايه قلنا احسب مينيمم وماكسيمم. عزم الانحناء، العزم بصوره عامه هو قوه في المساحه، فبالنسبة هنا عزم الانحناء المينيمم راح يكون القوة المينيمم في ال اللي هو الطول، طول الشيفت، فأضربهم راح أطلع الناتج. والماكسيمم أيضا ماكسيمم بيندينج مومنت، يعني عزم الانحناء الماكسيمم راح يكون القوة الماكسيمم لسبب انحناء اللي هي 250 في ال اللي هو طول الشيفت، راح أحسب الماكسيمم يعني عزم الانحناء الماكسيمم. بعدها احسب المين والامليتيود، فاحسب المين بيندينج مومنت اللي هو يكون ماكسيمم يعني عزم الانحناء الماكسيمم زائد عزم الانحناء المينيمم على 2 يطلع لي ناتج. وبعدها الامليتيود بيندينج مومنت عزم الانحناء الامليتيود راح يكون الماكسيمم ناقص المينيمم على 2 فراح تطلع لي قيمته. بعد ما احسب العزوم الماكسيمم والمينيمم احسب الاجهادات المين والامليتيود. ايضا قلنا احنا عزم الانحناء العفو اجهاد الانحناء قانونه يكون عزم الانحناء في السي على اي، عزم الانحناء بالنسبة للمين والامليتيود انا حسبتهم بالاعلى، السي بالنسبة للشفت هي نصف القطر او دي على 2 يعني القطر على 2، والآي بالنسبة للشفت هي باي على 64 دي أس 4، راح يطلع لي هذا الناتج للمين وللأمليتيود أيضا بالمعادلة بالأسفل، راح تطلع المعادلة بالأسفل. بعدها راح أجمعهم، العفو قبلها راح أطلع السيجما إكويفالنت الثانية اللي تخص البيندينج، قلنا أيضا بالمعادلة نفسها السيجما ييلد على أن أسميها السيجما إكويفالنت 2 اللي هي راح تساوي لي سيجما ام زائد كي اف. هاي المعطيات ذني يخصن مال بيندينج، السيجما مين مال بيندينج، والسيجما اي للبيندينج، السيجما يلد والسيجما التيميت هي ثابتات بالنسبه لل الماده اللي تخص السؤال او نوع المعدن. السيجما ايكويفالنت 2 طلعت ل 83. هسه اجمعهم التوتال ستريس اللي هو يكون اكسيال للاكسيال زائد البيندينج، فسيجما ايكويفالنت الكل يساوي سيجما ايكويفالنت 1 زائد سيجما ايكويفالنت 2 راح تطلع سيجما ايكويفالنت الكليه. سيجما يلد على ان يساوي سيجما ايكويفالنت، فسيجما يلد اللي هي منطيها بالسؤال والان اللي انا اريده والسيجما ايكويفالنت اللي حسبتها 85، فراح اطلع الان السيفتي فاكتور اللي هو يريده بالسؤال.